أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. مع حكم الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه عنكم ونفعنا بعلومه والصالحين والحاضرين والمستمعين في الدارين آمين والمشاهدين كمان في الدارين آمين. وتوقفنا في المرة الماضية عند الحكمة 81 قال: الدنيا تنادي على نفسها بلسان الحال، خطابا للراغبين فيها. الدنيا تنادي على نفسها بلسان الحال خطابا للراغبين فيها: احذروني فإني فتنة، احذروني فإني فتنة، وخذوا مني زاد الآخرة، وخذوا مني زاد الآخرة، وامتثلوا أمر الله لكم في ترككم إياي، وامتثلوا أمر الله لكم في ترككم إياي، واعتبروا بمن مضى من قبلكم من الزاهدين في والمتمتعين بي، واعتبروا بمن مضى من قبلكم من الزاهدين في والمتمتعين بي، وانظروا في سيرهم وكيف ذهبوا وانقلبوا إلى الآخرة. الزاهدون منهم بنعيم لا ينقضي، وأهل الحرص بحسرة لا تنقطع. صلوا على رسول الله. تاني: الزاهدون منهم بنعيم لا ينقضي، وأهل الحرص بحسرة لا تنقطع. وحد من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله. قال: الدنيا، طالما في دنيا في عليا. دنيا يعني دنية، يعني واطية، يعني هبط اللي احنا فيها، والعالية اللي هي الآخرة. وللدنيا لها أسماء عدة، والآخرة لها أسماء عدة. قال: تنادي على نفسها بلسان الحال خطابا للراغبين فيها: احذروني فإني فتنة. الله الله. الفتنة معناها ايه؟ احنا قلناها قبل كده ان الفتنة معناها شيء ظاهره خير وباطنه شر، ولذلك لا يعلم الفتنة الا اهل العلم. لما تيجي فتنة دينية، فتنة طائفية، فتنة كذا، إيه من اللي يعرف الفتنة؟ أهل العلم وأهل الله رضي الله عنه. فهي لما بتقول أنا فتنة، معنى كده إن هي إيه؟ آمنت وعرفت نفسها أن ظاهرها جميل وممتاز وحلو ومشوق، وباطنها فيه الخراب والدمار. لأن من أخذ الدنيا، من أخذ الدنيا ضاعت منه الآخرة، ومن لعب في الدنيا خسر الآخرة. فهي آمنت بنفسها أنها دار فناء وليست دار بقاء، فهي تنادي عليك وكأنها من محاذير الله لك، وكأنها من محاذير الله لك. تنادي على نفسها بلسان الحال خطابا للراغبين في: احذروني احذروني، شوف، فإني فتنة، وخذوا مني زاد الآخرة. كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا مزرعة الآخرة. وامتثلوا أمر الله لكم في ترككم إياي. فين الآية دي اللي بتقول اتركوا الدنيا؟ ها يا مولانا، فين الآية دي سيدنا؟ فين الآية اللي بتقول اتركوا الدنيا؟ ولا أدي واحدة، لا هو مش آية واحدة، ده هي آيات كثيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآيات، كل الآيات اللي وردت في القرآن تذم الدنيا وتمدح في الآخرة. لكن بتذم الدنيا الهين، الدنيا التي تلهيك عن الآخرة. لأن احنا قلنا في حلقات قبل كده في الأول لو تتذكروا، إن الدنيا ما لهاش علاقة بالدنيا دي، لا هي ليها علاقة بدنيتك أنت. لأن لو أنت كنت في هذه الدنيا عابد خاشع راكع، يعني
متمرس على العبادات مضحي له رسوله، فدنيتك محمودة. لكن الدنيا من حيث هي محمودة ولا مذمومة؟ لا، الدنيا من حيث هي مذمومة، ويكفينا فيها قوله عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا. خلاص عليه الصلاة والسلام. واعتبروا، شوف بقى، شوف الدنيا، الدنيا هنا عاملة زي إبليس: أيها الناس، إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. واعتبروا بمن مضى من قبلكم من الزاهدين في والمتمتعين بي. اعتبروا. طب نعتبر إزاي؟ روح اقرأ واسمع في من ضحوا بحياتهم لله ورسوله، وعاشوا حياتهم لله ورسوله، وكيف كانت حياتهم، وكيف ماتوا، كيف قبضوا إلى الله. ما تليش واحد فيهم عاش على ما تليش واحد فيهم مات موتة وحش، ما شاء الله كلهم موتتهم زي الفل، وخلد ذكرهم بعد مماتهم. طب والعصاة وكذا وكذا، ما خلاص راح. وبعدين اقرأ تراجم الصالحين، هات كده سير أعلام النبلاء، أو هات صفة الصفوة لابن الجوزي، واقعد اقرأ كيف كان حالهم مع القرآن، وكيف كان حالهم مع قيام الليل، وكيف كان حالهم مع العلم، وكيف كان حالهم مع الذكر، وكيف كان حالهم مع مناجات الله، وكيف كان حالهم في الشوق إلى رسول الله، وكيف كان حالهم في الاعتبار بالموت. يعني أنت لما تقرأ كده يقول لك الأحنف ابن قيس كان يولع الشمعة وحط صباعه تحتها فوق كده، الشمعية اهي، حط صباعه كده وينادي على نفسه، يقول له حس حس، ينادي على نفسه يقول كده، حس بايه؟ يحس بالنار دي اللي بتلسع صباعه عشان ما يعملش ذنوب يعذب بها بين يدي الله يوم القيامة. والتاني اللي كان عامل له في حوش البيت بتاعه قبر وينزل فيه ويفضل ينادي: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويعيط ويعيط ويعيط. وبعدين هو كان عامل له زي باب كده، زي باب الكنب في عندنا احنا، في زي ما انتم عارفين في البلد زمان كان في الكنب حاجه اسمها الصحاره، بابها ينزل يغطيها كده بعمزه الخزنه، يفضل هو جوه البتاعه دي، وبعدين يروح ضارب الباب ده برجله يفتحه كده ويروح خارج، يقول: ها أنت يا نفس، ها أنت يا نفسي قد خرجت، ها أنت يا نفس قد خرجت، فاعملي صالحا كما وعدت، فلربما تنادين بعد ذلك: رب ارجعون أعمل صالحا فلا تخرجي. تاخد بالك؟ وهكذا كانت حياتهم، زهدوا في الدنيا، نظروا فيها. لذلك الشاعر يقول لي: إن لله عبادا فطنا، فطنا يعني نصحين، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن اتخذوها لجة، تركوها، استغفر الله، تركوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. يعني تبرز البحر وركبوا الأمواج بتاعت ايه، بتاعت الأعمال الصالحة، لحد لما توديهم إلى مرضات الله تعالى. فشوف الدنيا بتقول لك ايه: واعتبروا بمن مضى من قبلكم من الزاهدين فيّ والمتمتعين بي، وانظروا في سيرهم، وانظروا في سيرهم وكيف ذهبوا وانقلبوا إلى الآخرة. تقرا النهاردة واحد زي سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، كان يختم القرآن كل يوم مرتين في رمضان وغير رمضان، كل يوم مرتين، مرة في صلاة الليل ومرة في ركعات الوتر. سيدنا الشافعي نفس الكلام، منصور بن زازان من شيوخ أبو حنيفة كان يختم القرآن في اليوم 20 مرة، في اليوم 20 مرة، وهكذا. طيب تعال شوف آل البيت رضي الله عنهم، زي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، كيف كان حالهم مع صلاة الليل؟ لا ينامون يا ابني، لا ينامون، ودوما في مناجاه، دوما في مناجاه، واخد بال حضرتك، دوما في واستغفارات وأدعية وأذكار، وأدي حالهم مع الدنيا، وأدي حالهم مع الله، كانوا عايشين كده. نظروا بعين الحقيقة إلى الدنيا فوجدوا أنها فانية وأنها معبر، ولا بد لهذا المعبر أن يستغل أحسن استغلال في الوصول،
طول ما انت ماشي على المعبر هيقابلك ايه؟ هيقابلك عقبات. اهي العقبات دي عقبات الدنيا. نحي نحي وامشي. ان الذي تطلب امامك، امشي امشي، جد في السير الى الله. خلاص عرفت فالزم، عرفت دقت قلبك ده حلاوة قيام الليل، اعتمد خلاص بقى. بيبقى في وقف يومك وليلتك العبادة، يبقى في ليلة قيام الليل دقت حلاوة الصيام، يلا خليها اثنين وخميس، وبعدين يوم ويوم دقت حلاوة الذكر، ما تسيبش بقى سبحتك، امسك كده واشتغل، وخلي عداد حسناتك ده يطير. انما تلاقي المريد من دول يعرف ويدوق وبعدين ينتكس. ايه اللي حصل؟ مش عارف العيب فيك ولا في الشيخ ولا في الطريقة ولا في الأوراد. لا فيك انت، لا في الشيخ ولا في الطريقة ولا في الأوراد، لأن الطريقة باقية والأوراد باقية والشيخ قاعد، إنما حضرتك انت اللي ايه الخلل من عندك انت، ما ينفعش. فيا جماعة زي ما بيقولولنا بنقول لكم كما قال عليه الصلاة والسلام، عرفت فالزم. فين الهمة؟ فين الهمة؟ عايز همة عالية. تلاقي المريد عطلان في الذكر، طب ما عطلان، ما يعني شغل نفسك، شغل حالك. هو عايز يجيله الشيخ يحط له فيشة الكهرباء ويحط له في جسمه عشان يشتغل. ما ينفعش يا حبيبي، لازم يكون لك همة انت كمان. كما ان طلب العلم لابد فيه من الشيخ، كذلك الامر في الطريق لابد فيه من الشيخ. وكما انه في طلب العلم لا يوجد لك شيخ يشرح لك كل العلوم، كذلك في الطريق مش هتلاقي شيخ هيديلك الدفعة بتاعة الأوراد زي ما انت متخيل. هو هيديك بس انت تستحمل ولا لا، هو هيتعامل معاك. فانت لازم تفوق نفسك وتوسع مداركك وتوسع الطبق بتاعك عشان تشتغل. تاخدين بالكم؟ وهكذا. الشاهد بتقول لك هي الدنيا وانظروا في سيارهم وكيف ذهبوا وانقلبوا إلى الآخرة. الزاهدون منهم بنعيم لا ينقضي. الزاهدون في مين بقى؟ في الدنيا. في نعيم في الآخرة لا ينقضي. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش. الموت على هيئة كبش، ويقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: استرنا يا رب، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ثم يؤمر فيذبح كبش هذا الموت. الكبش ده مثال للموت، يروح مدبوح. بيقولوا كده الموت مات خلاص، مفيش موت تاني. طب انت عشان شوية معاصي ولا بنت حلوة بتكلمها على الحاجات بتاعت التواصل او في التليفون او بتاع، تخسر دينك؟ وبعدين تلبس في الحيطة، وبعدين ينادى: يا ملك الموت، يا اهل النار خلود بلا موت، وكون انت منهم. طب ليه ويا اخو؟ لو وان لم يكتب لك الخلود في النار، ونسأل الله لنا ولك ولأمة سيدنا محمد العافية، هو انت قد اعتاب ربنا؟ يعني انت لما تيجي يوم القيامة كده وهو بيقول لك: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ هتبقى حلوة في حقك يعني؟ وانت واقف كده مبلول في عرقك حياء من الله على قد أعمالك، هتبقى انت واقف حلو يعني؟ مشهد مش كويس خالص، مشهد مش كويس. ونسأل الله العافية. قال: وأهل الحرص بحسرة لا تنقطع. لأنهم بقى فين؟ في أصحاب الشمال، في أصحاب الشمال، أقل من يدخل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. رجل يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لأهون الناس عذابا يوم القيامة، رجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه، دماغه تغلي من جمرتين صغيرين زي زي الناس بيحطوهم على الفحم بتاع الشيشة كده، صغيرين كده تحطوا تحت رجله ويقف عليهم، تغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. أما الأهون الناس، أما الأشد الناس عذابا عامل إيه؟ نسأل الله السلامة. شوف شوف المح معايا هذا الملحظ.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ليه ربنا قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ ليه قال بوجهه؟ اشمعنى يعني؟ بيقولوا في الأمثال عندنا ضربة الوش ما فيهاش معلش، يعني ضربة تزعل، لأن أعز حاجة عليك وشك. لو فرضنا إن في حاجة بتنفجر والعياذ بالله، أو حاجة بتطرشق، أو حاجة بتعمل صوت كده، أو حاجة بتفرقع، أنت أول حاجة بتعملها إيه؟ تحمي وشك. إلمح معاي، بتحمي وشك. أغثنا يا رب. ولو والعياذ بالله واحد هيضربك بحاجة، أول ما هتيجي تحامي بتروح عامل كده، أهو وشك فين؟ بالداري. وبتوع الألعاب القتالية كلها يقول لك احمي وشك، بس الوش عزيز لأن هو الواجهة. شوف بقى ربنا يقول لك إيه؟ دركات النار أهي، دركات النار كده ماشي. الصمت في النار بيفرق، كل ما تنزل صمتي أشد عذابا من اللي قبليه، كل ما تنزل درجة أشد عذابا من اللي قبليه. فلو فرضنا أن هذا الرجل واقف هنا في الدرجة دي، وهي درجة من درجات الحميم، هو واقف كده هو في الرجليه تحت وفين وشه، يبقى مين أهون في العذاب؟ مع أن الاتنين في جهنم، مين أهون في العذاب؟ رجله ولا وشه؟ وشه أهون في العذاب، لأن وشه فين؟ فوق. فعشان يرحم رجله من شدة العذاب ينزل يقلب وشه في قعر جهنم عند قدميه عشان يريح رجليه شوية، وبعدين يرد تاني العذاب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. بقى وشك اللي انت عملت حامي عليه في الدنيا طول ما انت عايش، تنزل تقلب وشك ده خد ثم خد ثم جبهة ثم أنف ثم فم، بغية ان رجليك ترتاح شوية، وهي مش ترتاح، لان كلها فين؟ سلم يا رب سلم، نسأل الله العافية. ادي حال اهل النار، وادي اهل العصاة، اهل المعاصي. طب وعلي ايه يا جماعة؟ ده كلها متفات، ده كل الموضوع محتاج منك اخلاص وصدق في التوجه. والله هي خلاصتها، عرفت فالزم، اسلك مع الله ربنا يسلك لك احوالك. قال واهل الحرص بحسرة لا تنقطع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال القاعدة الثانية والثمانون، قال الكمال أربعة. القاعدة دي متعلقة بالعلم. الكمال أربعة، يعني إيه الكمال؟ يعني الكمال العلمي أربعة. الكمال أربعة أجزاء، عد معايا. العلم، يبقى هنا الكلام في القاعدة دي على إيه؟ على العلم. قال الكمال أربعة أجزاء، العلم أدي جزء، وبه يعرف حق الله تعالى، لأن أنت لما تتعلم تعرف اللي ليك واللي عليك. عليك فرائض بتنفذها، عليك محرمات بتجتنبها. وبه يعرف حق الله تعالى، والعمل بالعلم، العمل اللي يتعلم وما يعملش بقى علمه وبال عليه، بقى علمه وبال عليه. وإنما تعلمنا لنعمل لا لننام، لا لننام. قال وهو القيام بأمر الله، لان انت اتعلمت ان ده حلال وده حرام، طب ما عملتش، يبقى انت كده قمت بامر الله؟ لا، يبقى لازم ايه؟ لازم اقوم للعمل، فاذا قمت للعمل فقد امتثلت الامر، مفهوم كده؟ وهو القيام بامر الله. والشيخ بيقول لك والاتنين دولك محتاجين الاخلاص، والاخلاص في العلم والعمل، لانك لو لم تخلص في العلم بقى العلم ده هو حج عليك، واذا لم تخلص في العمل أصبح هذا العمل رياء. يبقى أنت تعلمت لغير الله وعملت لغير الله. صلوا على النبي. قال وهو تصفية مال الله، والبراءة من الحول والقوة. البراءة من أدي التالتة، والبراءة منين؟
يبقى محتاجين العلم والعمل والبراءه من الحول والقوه، وهو الاعتماد على الله. يعني الشيخ عايز يقول لك خلاصه لا حول ولا قوه الا بالله هي ايه؟ الاعتماد على الله. قال: فمن عرف حق الله وقام بامره وصفى ما لله واعتمد على الله فهو الانسان المرتضى الولي لله المجتبى. نعيدها تاني. الكمال أربعة أجزاء: العلم وبه يعرف حق الله، والعمل بالعلم وهو القيام بأمر الله، والإخلاص في العمل، والإخلاص في العلم والعمل وهو تصفية مال الله، والبراءة من الحول والقوة وهو الاعتماد على الله. آدي الأربعة تورث لك إيه دول؟ فمن عرف حق ربه وقام بأمر الله وصفى ما لله واعتمد على الله فهو الإنسان المرتضى والولي المجتبى. والولي لله المجتبى. صل على النبي. احنا كده اتكلمنا على العلم والعمل، يبقى لك ايه؟ يبقى لك الإخلاص. الإخلاص ده سر بين العبد وبين الله، لا يطلع بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا يطلع عليه شيطان فيفسده، يبقى ده سر محدش يطلع عليه، واخد بال حضرتك؟ لكن هذا الإخلاص بيظهر على الأثر، بيظهر في الكلام، تلاقي الكلام خارج من القلب للقلب، واللي ما يخرجش من القلب ما تعداش الودان. من خرج من القلب دخل في القلب، ومن خرج من اللسان لا يتعدى الآذان. تمام كده؟ الشيخ بيقول لك بقى خلاص علمت وتعلمت، عليك أن تتبرأ من حولك وقوتك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هو ليه جابها هنا؟ الشيخ عايز يقول لك بعد ما تتعلم وتعمل بعملك وترزق الإخلاص، اوعى تفكر انك بالعلم ده تغير الكون. أمال إيه؟ لا ولا حاجة. أنت تمشي كده هتلاقي ربنا كاتب على ده ابنه عاصي، مهما تدعي له مش هيتوب، ومهما تحاول معاه مش هيتأثر، ومهما ومهما. خلاص بنقول إيه؟ مراد الله فيه، مراد الله فيه، خلاص ربنا حر، إن هداه فبأمره وإن لم يهديه فبأمره، إحنا مالنا إحنا. طب لما تبقى أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، ديك متغلغلة في قلبك، يبقى أنت هترزق الاعتماد على الله بس، ومن اعتمد على الله كفاه الله. قال: فمن عرف حق ربه وقام بأمره وصفى ما لله هو الإخلاص واعتمد على الله فهو الإنسان المرضي. كان يقولوا إيه يا عم الشيخ عامر؟ من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. واخد بالك؟ والله أعلم. ثم قال: السماع يشفي السقيم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا وسامحنا بأسرار الفاتحة.